مرحبا، اليوم رح نعمل أصابع الشوكولا بالكورن فليكس والمكسرات، وبنحتاج للمكونات التالية: وأول خطوة رح أعملها رح دوب الزبدة بطريقة البان ماري، وهلأ عم دوب الشوكولا كمان بطريقة البان ماري، وبجد رح أضيف الشوكولا يلي دوبته، وهلأ رح أضيف الكورن فليكس، بطحنهم شوي بإيدي وبحطهم. وهلأ رح أضيف الزبدة، كمان رح أضيف جوز الهند، كل المكسرات، وبخلطهم مع بعض بصينية بهالمقاس، منه مقاس كبير، صغيرة. حطيت ورقة زبدة، وهلأ رح أفرد الخليط يلي عملناه على ورقة الزبدة، نرجع بنحطهم بالبراد لمدة ساعة من الوقت. وهلأ هيك بعد ما فردتهم رح احطها بالبراد مدة ساعة من الوقت. وهلأ بعد ساعة من الوقت جمد الخليط. هلأ رح ابلش اقطعه، بتقطعوا اصابع بهالشكل. وهيك بيكون أصابع الشوكولا جاهزين للتقديم. وبالنسبة للمكسرات أنا حمصتهم شوي قبل ما حطهم، ما حطيتهم نيين، حطيت لوز وبندق وكاجو وأكيد كمان جوز الهند، وأنتوا بتحطوا المكسرات اللي بتحبوها. وبتمنى تكون عجبتكم هيدي الحلقة. بليز لايك شير اند سبسكرايب. باي.